من سجانة لمدة 10 سنين لراقصة في الأفراح الشعبية بعد انفصالها عن جوزها. دخلت التمثيل بالصدفة ومرت بظروف صعبة قبل ما تتعرف كأشهر كومبارس في السينما المصرية. ملامحها الحادة كانت سبب في شهرتها بسرعة عكس ما كان متوقع. ماري باي باي كتير يعرف شكلها وأعمالها الفنية كمان، لكن مفيش حد يعرف تفاصيل عن حياتها قبل وبعد دخولها الفن. الأيام دي الذكرى ال26 على رحلها، ففرصة نعرف مين هي بهيجة محمد علي وليه سموها ماري باي باي وإيه علاقتها بيوسف وهبي. أسرار وحكايات هتعرفها لأول مرة، فيا ترى حكايتها إيه؟ بهيجة محمد علي تصدر اسمها الترند الساعات اللي فاتت بسبب ذكرى رحلها. فرقت الحياة وهي عندها 80 سنة، كلهم مليانين أسرار وحكايات من صغرها ولحد ما رحلت. بهيجة أو ماري باي باي زي ما الكل عرفها بالاسم ده من مواليد يوم 29 يوليو سنة 1917، وما بقتش من أشهر كومبارسات السينما في يوم وليلة، ولكن خدتها مراحل ومن وظيفة لوظيفة لحد ما حققت حلمها إنها تدخل التمثيل. ورغم مشاهدها القليلة ولكنها علقت مع الجمهور لحد النهاردة. بهيجة نشأت في أسرة فقيرة ولكنها قدرت إنها تتعلم القراية والكتابة، واتجوزت من راجل أكبر منها ب5 سنين وكان شغال سجان، وبسببه بدأت العمل سجانة في سجن النساء. بدأت الدنيا تضحك لها وتستقر معاها، ولكن للأسف انفصلت بعد ما خلفت ولد وبنت، وانفصالها ده خلاها تسيب شغلها كسجانة وتشتغل راقصة في الأفراح الشعبية لأنها كانت طموحة وعاوزة توصل وتدخل الفن. وعملت كده واحدة واحدة. الصدفة لعبت دور كبير في حياتها، وكان ليوسف وهبي الفضل انه يخليها تمثل. وفي يوم كان يوسف وهبي بيمثل مشهد من فيلم المهرج الكبير، جات له وطلبت منه يديها دور في الفيلم، وفعلا شاركت ككومبارس بعد إلحاح منها فداها فرصة. ولما عرف انه يجي منها ضمها يوسف وهبي لفرقة رمسيس. الفنانين عملوا اعتصامات للاعتراض على بعض القوانين. ماري باي باي شاركت مع محمد فاضل وحسام الدين مصطفى ومجدي محمد علي وعاطف الطيب والمخرج خيري بشارة، ومن هنا بدأت تتعرف على المخرجين وراحت لخيري بشارة اللي طبعا ما كانتش تعرف اسمه، ولكن كانت عارفة انه مميز وليه وضعه في المجال، وقالت له انا اسمي بهيجة، سايق عليك النبي محمد تديني دور عندك. فبكل سهولة ادها دور، ومن هنا طاقة القدر اتفتحت لها وبقت من اشهر كومبارسات السينما المصرية. وبالرغم من ملامحها الحادة الا انها كانت خفيفة الظل وعندها ثقة كبيرة في نفسها، وعشان كده كان حلمها انها تظهر على شاشة السينما والمشاركة في اكبر الفرق المسرحية كمان. وعلى الرغم من طموحها الكبير الا ان صديقاتها كانوا يقابلوا الطموح ده بسخرية شديدة، لكنها اصرت وكانت مؤمنة بان على قد الصبر تكون الجوائز من السماء. في الوقت ده دور يوسف وهبي ما اكتفاش انها تبقى كومبارس، ولكن ساعدها انها تشتغل في كازينو بديعة مصابني، ومن هنا اتعرفت باسم ماري باي باي وبقى تقعد مع الزباين اللي كلهم كانوا انجليز، وكانت من الوقت للتاني بتسيبهم وتروح تعمل حاجة وترجع لهم تاني. ولما حد يسأل عنها منهم زمايلها يقولوله ماري باي باي، ومن هنا اتعرفت بالاسم ده وانضمت لفرقة ثلاثي أضواء المسرح، واشتهرت بأدوارها اللي دايما بتظهر بالست اللي شكلها مش حلو. وقدمت خلال مشوارها أكتر من 50 عمل فني، ومن أشهر أعمالها فيلم مطاردة غرامية والبحث عن فضيحة وجعلوني مجرما، وكان آخر فيلم ليها هو حب من 3 أطراف واتعرض سنة 1997 ورحلت بعده على طول.